قرآني، إنساني، إنساني بكل معنى الإنسانية. ما رأيكم؟ إي والله بكل معنى الإنسانية. كاتبة يهودية أجنوستيك، هي لا أدرية، مش ملحدة لكن لا أدرية، ليست متدينة بالدين، لكن هي يهودية أمريكية تتحدث عن قراءة القرآن، تتحدث في محفل عام في الولايات المتحدة الأمريكية عن قراءة القرآن، وتقول يتهم القرآن بأنه يميئ العنف، متعاطف مع العنف، ويتحدث في آيات كثيرة عن القتال والجهاد. قالت صحيح، وأنا وجدت القرآن حين يتحدث عن القتال والجهاد يقول نعم هو يسمح بالقتال، يسمح بالجهاد، يسمح بالفايلنس، بالعنف، أكيد يتعاطى مع العنف، لكن كيف؟ قالت بشروط بسيطة، تمزح، تسخر من هؤلاء الذين يكذبون على القرآن، وهي يهودية أمريكية لا أدرية، لا علاقة لها بالأديان أصلاً. تقول القرآن يقول يمكن يسمح لكم أن تقاتلوهم بشرط أن يقاتلوكم هم أولاً. اثنين، بشرط القاعدة ألا يكون هذا في الحرم إلا رداً للعدوان بمثله. بشرط أن تنقضي مدة السماح، تشير إلى آية التوبة. بشرط أيضاً أن تلتزموا بمبدأ التناسبية، proportionality، proportion متناسب، مبدأ التناسبية يعني مكافأة رد الفعل للفعل، هو اعتدى عليك وأنت ترد العدوان لكن بطريقة متكافئة، الآن يسمى إيه؟ عدم الإفراط في استخدام القوة، ممنوع. ثم تقول وبشرط بشرط بشرط، ثم تقول ولأن الله رحيم وغفور وصفوح فيقول لكم الأفضل ألا تقتلون في نهاية المطاف. طبعا هي لم تحدد أيضا شرطا، هذا القتال القرآني، أي عنف، عن أي عنف، عن أي عنف نتحدث؟ أنا لا أستطيع أن أستوعب على فكرة، شخصيا كإنسان قرأت التاريخ وتاريخ الأفكار وتاريخ الحضارات، لا أستطيع أن أستوعب، وإن لم يستوعب هذا، لكن بالعكس هؤلاء المنتفقون أدعياء الثقافة والفكر الذين يطعنون في القرآن ويطعنون في محمد، هم لا يفقهون شيئاً، بكل تواضع لا يفقهون شيئاً. يهودية مثل هذه قرأت القرآن في شهور، فقهت ورأت ما لم يره هؤلاء الأدعياء من أبناء المسلمين. للأسف الشديد لا أستطيع أن أفقه ولا أن أفهم كيف كان يمكن أن ينبثق مثل هذا التشريع، مثل هذا التقييد للحرب، لجنون الحرب في القرون الوسطى، وبالذات في المجتمع، في المجتمع، مجتمع الجزيرة العربية، وبالذات من طرف المسلمين إزاء الأطراف الأخرى التي حزمت أمرها وآلت إلا أن تستأصلهم من جذورهم، أقسمت ألا يكون لمحمد وأصحابه حق في الحياة والوجود، وأن يكون هذا هو رد فعل محمد. لا أستطيع أن أفهم هذا إلا أنه فعلا دين إلهي، دين رب أغنى، أغنى من أن ينتقم من البشر، من أن يتصرف بنزق إنساني. البشر هو الذي ينتقم. قل لي وين مفهوم الانتقام في القتال الإسلامي؟ تحدثنا عن مبدأ التناسبية. طب الانتقام طبعا يتفرع من مبدأ التناسبية، مبدأ التكافؤ، تحريم الانتقام، تحريم الانتقام. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ حتى إذا أثخنتموهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منّا بعد وإما فداء. عجيب، ما في انتقام، الانتقام حق لله تبارك وتعالى، محمد لا ينتقم، الصحابة لا ينتقمون، الجند المسلم الحق القرآني لا ينتقم، ما في انتقام. واحد يقول لي ما فهمتش يعني كيف قتال وعنف وضرب الرقاب وفيش انتقام، إيش المقصود؟ طبعا أنماط العنف ما هي يا إخواني؟ يتحدث العلماء والمختصون عن أنماط أربعة على الأقل من العنف، تناولها أيضا فروم وغير فروم. النمط الأول وهو الأكثر اعتيادية، نمط عادي وبالعكس طيب، هذا العنف اللعوب، العنف اللعوب، باعثه ليس الكره وغايته ليست التدمير، كالرياضات العسكرية هذه والرياضات الحربية، رياضات ولا تنتهي إلى قتل، تريد شحذ القوة، تنشيطها، تهذيبها، وإظهار المهارة واللياقة، بس نوع من الألعاب، ألعاب القوة هذه فقط دون الإضرار بالآخر، هذا عنف فايلنس، هذا لكن عنف لعوب إنساني، هذا ينتمي إلى مجال الإنسان بلا شك، وينتمي إلى الحياة ويخدم الحياة كما يقول الدارسون. اثنين، لدينا العنف الارتكاسي،
وهو أشيع أنماط العنف، العنف الارتكازي. جذره أين؟ يجد جذره في الخوف. باختصار عشان نبتعد عن اللغة الفنية، العنف الارتكازي يا إخواني هو عنف رد العدوان. باختصار رد العدوان يسمى العنف الارتكازي، حين يعتدى على حياتي فرداً أو جماعة، انتبهوا، فرداً أو جماعة أو أمة أو شعباً، يعني على حريتي وكرامتي، على ممتلكاتي، لابد أن أرد، لابد، شيء طبيعي، سيرفايفل. الإنسان يحب أن ينجى وينجو وينجو من معه، غريزة، هذه غريزة بلا شك. وطبعاً المعالجة تكون عنفية، يعني على مستوى إيش؟ المخ الزواحفي، ريبتيليان البرين. يعني تعلمون لدينا ثلاثة أمخاخ بحسب الدكتور بول ماكلين، لدينا ثلاثة أمخاخ، تراين برين ثيري، نظرية المخ المثلث أو الثالوثي، في العنف والقتال والقتل والدفاع، الصراع من أجل البقاء، struggle for survival. نستخدم ماذا؟ ننطلق من ماذا؟ نخضع لهيمنة ماذا؟ المخ الغرزي من حيث الأصل، من حيث الأصل. لكن طبعا هناك المخ العاطفي، الميد برين، هذا ماميليان، المخ الثدييات الأوسط، هذا يتدخل. وبعد ذلك يتدخل أيضا المخ العاقل الراشد، اللوجيكال راشنال برين، النيو كورتكس، يعني يتدخل. هذا هو الإنسان مركب، لكن العنف، القتال، الدم، كذا، المخ الغرزي، مخ الزواحف، مخ الزواحف. الزواحف لا عاطفة لديها، التمساح يأكل أبناءه، لا يعرف ما هي العاطفة. نحن لدينا مخ الزواحف، بعض الناس يعيش معظم حياتي بمخ الزواحف، مخ الثدييات الذي تتسم به القطط والكلاب، أكرمكم الله، والخنازير والأبقار والشمبانزيز، لا يعرفه المسكين، عجيب. وهذا هو المخ العاطفي، إيموشنال، يعني العاطفة، البكاء، الرحمة، الحب، التواصل، العلاقات الاجتماعية، لا يعرفه. وحش كاسر، تمساح، يعيش كتمساح ويمتح من ثقافة تمساحية، ثقافة زواحفية، عار على الإنسان أن يعيش هذا. طبعا هذا يقال لك هذه المسيرة التطورية للدماغ البشري من 10 ملايين سنة، كان لدينا مخ الزواحف، بعدين تلاه المخ الماميلين هذا، ومخ الثدييات، الميد برين هذا أو الإيموشنال برين. من 500,000 سنة فقط تميزنا بالمخ الواعي، المخ الراشد في النيو كورتكس، فوق في القشرة، هذا نحن، هذا هو البشر، كائن عاقل أيها الإخوة. هذا ما يميزنا من الحيوانات، من الزواحف بالخصوص، ثم من الثدييات اللي هو نيو. على كل حال، طيب، هذا العنف أيها الإخوة يعمل على مستوى الغرزي من حيث هو بلا شك، لكن يرشده المخ الحديث، المخ العاقل، المخ الراشد، فيحدد، يحدد أيها الإخوة حدود العنف. العنف يقف عند حدود الدفاع، أن أدفع الأذية عن نفسي، أدفع الأذية عن نفسي. إذا حصل هذا أكتفي، ما أنتقم، لا أنتقم، لا أكل خصمي، لا أطبخه، لا أقطعه، لا أعلق رأسه مثل ما تعلق الفش أو الملابس الغسيل، لا أضعه في قدور وأتصور إلى جانبه، لا يمكن، لا يمكن. الإنسان لا يفعل هذا، التماسيح تفعل هذا، البشر لا يفعل هذا، يرفضه على مستوى النيو كورتكس اللوجيكال برين، يرفضه كبشر، مش مقبول بالمرة. كزاحف تقبله، أنت حر، عاد عيش ككائن زاحف، كبشر عاقل لا يمكن أن يقبله، لا يمكن. وبشر عاقل متدين، مستحيل، المسافة فلكية لكي نقبل هذا، فلكية. طبعا مش معناها أنك ترفع شعار بشرية وشعار دين أنك أصبحت تتحرك بالمخ العاقل، لا لا لا، انتبه، الشعارات لا تغني شيئا، السلوك والفهم والتجذر الثقافي والروحي، العمق الروحي، العمق المعرفي، عمق التجربة والخبرة، هذا ما يحيلك إلى بشر حقيقي، إلى إنسان كامل يتكامل أيضا في سبيل بشرية راشدة عاقلة معقلنة ومتروحنة متصلة بالسماء أيها الإخوة، متصلة بالسماء، هو هذا. طيب، فهذا العنف الارتكاسي، عنف دفاعي أيها الإخوة، عنف دفاعي لا ينتهي كما قلنا إلى الانتقام. ولذلك الآن لدينا النمط الثالث، العنف الانتقامي، العنف الانتقامي، هذا يخطو خطوة نحو الإمراضية، نحو العنف المرضي، العنف التعويضي، عنف مرضي، النكروفيلية مرض والعياذ بالله، اختلال يشرخ الشخصية تماماً، بل
يذيبها، يحللها، يدمرها، يفسدها تماما. لماذا أيها الإخوة؟ الفرق بين العنف الدفاعي، العنف الارتكاسي، والعنف الانتقامي ما هو؟ حين أدافع عن نفسي أنا أدفع الأذى المتوقع أو الواقع، الأذى المتوقع المرجح أو الواقع. حين يندفع الأذى ينتهي كل شيء، أعود إلى إيه؟ إلى حالة الأولى، إلى سيرتي الأولى، انتهى، ما في مجال للعنف بعد ذلك.